التونسي مقابلة تقريبا تحكي عليها باستفاضة. نحن نحكي شوية على المستقبل في الترجي اليوم، برشلونة يستدعوا التغييرات، خلينا نعرفوا السعر الهزيمة شكون يتحملها. أولا نعرفوا ناس كل الجماعية المسؤولية بطبيعة، لكن المسؤول الأول وليد مسيج خاص لك أنت، شكون المسؤول الأول على الهزيمة؟ خاطر شفنا حتى على الباج فيسبوك الناس الكل تثبت تقريبا. قبل ما نحكي على المسؤول الأول، ملاحظة صغيرة على الستاف نتاع الأهلي، شوف الناس كي تخدم بصفة جماعية وقيمة المساعدين، زوز مساعدين هذايا موسى لاهي بالإحصائيات والدراسة تاع المنافسي، وشفنا الأهلي كيفاش تعامل مع سان داونز اللي هو فرديا سان داونز يمكن خير من الأهلي كورة معناتها جماعيا وفرديا، وشفنا زوز ماتشوات كيفاش الوداد عملناه، وشفنا كيفاش كذلك في النهاية، وشفنا مع الترجي معناتها ناس تحضر ومش مش خدمة موسيماني برك، وعلى المستوى البدني وسام ريت الاهلي كيفاش حاضر معناتها 100% فريشور وفيفاسيتي. هنا زاد فما موعد بدني اسمه كابيلو يعيطولو سيرمونجي من احسن ما فما، وهذوما ديما يخدموا مع موسيماني، كانوا ملي كانوا معاه في سان داونز راهو الستاف تكنيك مش كان مدرب، راهو كي نحكيو ستاف معناتها فما شكون مساعدين ومتلقاهم يتفرجوا برك ما ويعطي فكره ويبدا اجواء ولا دوزيام اجواء يعطي فكره وتمشي وتنجح الفكره في المباراه. انا شو نقول تو نرجعوا للموضوع نتاعنا سليم، مسؤوليه اكيد ما تنجم تكون كان جماعيه اداره الترجي الرياضي التونسي، كذلك الفني نجم نقولوا نهايه مرحله فان سيكل معناتها تسير في الجمعيه الكل حاجه عاديه. ترجي رياضي خلينا نبداو واضحين ونحكيو بالارقام، ترجي رياضي في الخمس سنين الاخرانيين لعب مرتين ربع نهائي ضد الاهلي 2017 والربع نهائي ضد الزمالك السنه الفارته، لعب مره نصف النهائي سناء ضد الاهلي المصري وهز كاس رابطه الابطال مرتين، معناتها البيلون جروسو مدوم بيلون محترم بالنسبه للفريق متعود على التالق على الساحه الافريقيه. لكن اليوم التقييم لازم يصير تقييم منطقي، اكيد صارت اغلاط على المستوى الاداري، فما اغلاط على مستوى الانتدابات، فما انتدابات ما كانتش في قيمه الترجي الرياضي التونسي في العامين الاخرانيين، فما لاعبيه ما كانتش تستحق انها تكون موجوده في الترجي الرياضي التونسي، وما عوضتش الغياب تاع العناصر اللي خرجت في وقت من الاوقات. وبالليل هنا خلينا نحل قوس على العناصر اللي خرجت، راهو ان سيرتان مومون الناس تلوم على الاداره تاع الترجي كيفاش ما تستحفظش على الركيز، راهو ان سيرتان مومون واكيد وسام يوفقني ما عادش تنجم تشد الملعبيه كي تجيك عروض كبيره كيما جات لسعد بقير، كي تجيك عروض كبيره كيما جات ليوسف البليلي، كي تجيك عروض كبيره كيما جات لفرانكو، معناتها ما عادش سليم تنجم تستحفظ على تنجم تستحفظ على هو اللي فات اللي استحفظت عليهم بين 2018 و 2019 باش في المئويه هزيت زوز رابطات ابطال يحسب للهيئه المديره للترجي الرياضي التونسي. لكن في المقابل كما قلت لك الانتدابات اللي صارت بعد خروج الملعبيه هذوما كان فيها الغث وفيها سمين، كانت فما انتدابات باهية كيما عبد القادر بدران اليوم مش من ساهل نلقاو لاعب معناتها في القائمة الموسعة تاع المنتخب الجزائري حتى ولا في المنتخب القائمة الموسعة. وليد هو اللاعبين كي جاو حنسأل وسام حتى فنيا الملاعبيه كان عنده مستوى محترم جدا، حتى الشتي اول ما جاء كان خير من توا برشا. الشتي كي جاء سليم راهو احسن ظهير ايسر في البطولة الجزائرية. عبد الرحمن مزيان، حمدي النقاز كي جاء كان أداؤه محترم جدا. وسام قاعدين يتراجعوا مستواهم اللاعبيه ذوما، هل نجم نحملوا الستاف تكنيك المسؤوليه لهنا ولا لا؟ والله المسؤوليه جماعيه، انا نشوفها كما قال وليد جماعيه بصراحه، ما نجمش انا تو نقول نحمل مسؤوليه الاطار الفني ولا حتى الملاعبي عنده دور. تقول انت كان يلعب في كيب البرا ممكن فما تغيير نتاع فريق، فما اجواء اخرى، فما بريسيون اخرى، راه الترجي بصراحه ترجي راهي ديما تلعب على القاب، انا لعبت في الترجي ونعرف الترجي راهو اللي خذا اليوم لقب لازم هو يحب ياخذ لقب. اليوم ما التقييم شنو مش معناها اكيد اداره الترجي الرياضي التونسي راهي ساهره على الحكايه هذه وتعرف شنو ينقصها وشنو يزيدها، اكيد باش يقيموا اللي سيزون هذوما اللي سيرتو لي دو سيزون لي ديرني باش يقيموا ستاف تكنيك وباش يقيموا الملاعبيه، واكيد باش تصير غربله كبيره في كل شيء اكيد. صراحه انا اليوم الترجي شكون باش يعملها الغربله؟ تحب نحكي وتحب نحكي شكون باش يعملها الغربله؟ فما رئيس نادي، فما ناس مسؤوله، ناس اسمول موليد ناس مسؤوله على الترجي التونسي. التوجه هو خلينا نكونوا واضحين، التوجه نحو اطار فني جديد اكيد، هذيك حاجه معروفه، فني جديد نهايه مرحله
وهنا باللي معناتها معين شعباني زاد ما لازمش لا 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 خدم خدم وعطى عطى للترجي ومعين معين باللي انا باش نقيم مدرب كيفاش نقيم ولا اطار فني باللي ستاتيستيك نتائج 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 ربح القاب وخسر القاب خسر برشا القاب انا نحكي لك سيوم لي دو سيزون هذوما الترجي سيرتو ملي هز البطوله والسيزون هذه نحكي لك الترجي مش قاعد يقنع برشا بصراحه حتى الماتشات الاخرى راهو ما يفرجش يقولون مش يفرش من بلوز ديت ما كريت كيفاش انا نعطيك مباراه كان لازم يخرج خلينا نسالك قول يعطيني كان لازم يخرج قبل برشا قالوا معين كان لازم يخرج قبل لا لا مادام شامبيونز ليغ مازال تمشي ما تنجمش تخرج وتجيب مدرب يلزم يفهم الملاعب ويلزم ياخذ وقت كبير باش ما تنجمش تخرج حتى قبل زاد من قبل حتى خسرت ممكن في ديسمبر صارت الهلال السعودي برشا طالبوا بإقالة لا انا نحكي لك على الستاتيستيك يا سلام راهي خسرت برشا تيتروات خسرت الترجي القاب سوبر كوب هو بعد كل تقريبا يخرجوا بطولة عربية اللي فيها برشا فلوس خسرت ضد اسفي وضد الاتحاد السكندري الكاس ما هزاش معين نحكي لك راك تحب تحسب برشا تيتروات مشاو لكن صحيح الاتحاد السكندري مع خالد بن يحيى مش اسفي مع معين شعبي نحكي لك نحكي لك مش على موين نحكي لك الترجي كيفاش خاطرهم راهم القاب كبار كبار ذوك معناها فيهم برشا فلوس تاع البطوله العربيه اللي هزتها نجم الساحلي اليوم مش تقيم صراحه لازمك غربه لا غربه لا كامله وروح جديده روح جديده للترجي ديوس في ملاعبيه معناها فسخ وعاود من جديد وسام ما تنجمش شو اول حاجه سامحني سلام في 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 جمعيه في العالم الكل انت ما تنجمش تنحي 32 جوار ولا 30 جوار باش تنجم تنحي بالضبط مش معناها كي تقول لي لا لا انا جايك انا جايك معناها غربه لا كيفاش اول حاجه مش تجي في راس الاطار الفني في اي جمعيه مورينو منحاوها زيد نهايه مرحله كما قلنا نهايه مرحله هو حتى من تصريحاته معين واضحه معناها تقريبا اليوم ما تنجمش تنحي جمعيه كامله مش تنحي مدرب اول حاجه مش تنحي المدرب اليوم لكن غربله وفاش الغربله غربله فما ملاعبيه ما عادش نجم تعطي للترجي الرياضي تونس حكم السن وبحكم اللي ما عندوش شكون يقول هذا شكون يقول مش ناتي لازم ستاف تكنيك جديد هو اللي يجي لا حتى نحن حتى انت تعرف وين نعرف الناس الكل تعرف اللي فما ملاعبيه جات وما حتى صفر اضافه وما فهمتش كيفاش تخذات الملاعبيه هذه وغربله كبير ما فهمتش كيفاش تخذات وشكون اللي قيمهم قبل يجيبوا انا كنت الرجوع البدري البدري عطى للترجي اكثر من الحد وما عادش ينجم يعطيك اكثر من هكاك مشى للسعوديه ما يلعبش في السعوديه ولا يخمم ممكن كوتي فلوس اكثر يا الجمهور طالب مش البدري الجمهور صحيح طالب البدري لكن البدري يا اخي انت جمهور معناها صحيح جمهور عنده انت كان ملاعبي وفي عام ولا ما عادش ملاعبي لا قيمه ثابته البدري مش 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 ملاعبي فني مش راه فما نفسانية فما حكايات بسيكولوجيكمون فما حكايات ما عادش ينجم يرجع ما عادش ينجم يرجع يعطيك كيما قبل ماهيش حكاية تكنيكمون ولا فيزيكمون راه يا سلام هو البدري والنقاز انا قلتها وسام اسبوع الفارس زمان قصيت عليك راهو لو فات اللي قعدوا مدة ما لعبوش ومن بعد رجعوا يلعبوا بنسق كبيرة واخر الموسم كان كان من الظاهر كان من الظاهر انه المردود نتاعهم انا ما نحكيش على كونت رجوع لكن البدري باهي سي بون رجع البدري رجع اما تو ما عادش ينجم يعطي سي عرفت البدري سي بون عندك عبد الباسط عندك وسام توك يام بريباراسيون ويعمل جديد ما عادش ينجم يعطي انا نقولها لك جيتو غارونتي ما عادش ينجم يعطي ما عادش ينجم يعطيك نتاع قبل خاطر كانت ليكيب قويه قبل فما البليلي فما البدري فما الخنيسي فما سعد بقير اللي كان اكبر خساره كي خرج من الترجي خاطر هو ريجيسور وسعد بقير جاب انا شخصيا ملاعبي مركيلي زبونتو في الفينال جاب لي تيتر انا ملاعبي مركيلي معناها كيب ماهيش حاضره معناها ماهيش قاعده دوميني وتاكل تاكل معناها تقبل في اللعب يعمل لك يحط لك كفرون ماتش الفيصل الاردني جاب لك بطل عربي ومركب الراس صحيت ومركب الراس مونجي معناها هذوما حتى تشارك في الحديث معناها ملاعبي انا جاب لي تيتر وقاعد يخدم خاطر الريجيسور يخدم يعطي برشا باسات يخدم من خليصي هو يخدم البلاي هو البدري يا وسام هو معين في الاشواء نتاعو ما يعتمدش في الريجيسور حتى نفكرك سعد بقير كي هبطوا في الفينال خاطر كون ما لعبش ما كانش يلعب راه انا نحكي لك على الاضافه نتاع الملاعبي هذاك نحكي لك نحكي لك على الاضافه نتاع الملاعبي نحكي لك اللي توا لازم روح جديده سيكل جديد فاش تتمثل في ممكن 8-9 ملاعبيه يخرجوا من الترجي ما عادش ينجموا يزيدوا بحكم السن كما قال لك وليد وبحكم اللي هما ما عندهمش ما عادش ينجموا يعطيوا الترجي وفما خويا ستاف تكنيك الناس الكل بصراحة يهزم ستاف جديد معين راه عطاه للترجي وهز تيتروات راه الناس كل تحكي هكا لكن يلزم روح جديده في ستاف تكنيك ستاف تكنيك جديد وليد صحيح. عندك اكيد عارفك عندك معلومات وشويه اخبار باش نجيك وليد لكن نستسمحك سيمونجي باش يغلبنا شويه اخر خلينا ناخذ رايه في الموضوع
شنو اللي يجب اصلاحه في الترجي اليوم سي المنشي؟ برشا حاجات. اول حاجه الطريقه نتاع الريكروتمون نتاع الملاعبيه اللي جاي تلعب في الترجي يلزمو يستاهل قميص الترجي، مش ثم ملاعبيه اليوم موجودين حقهم هما يعطيو الفلوس للترجي باش يلعبوا في الترجي الرياضي التونسي، وهذايا من قاعد شكون اللي قاعد يعمل في الريكروتمون. اذا كان المدرب عنده كلمته في الريكروتمون يتحمل مسؤوليته، يتحمل مسؤوليته لانه هو اللي باش يعطي القرار النهائي، يقول لك هذاك الملاعب هذاك نجم يعمل لي الاضافه. لكن انت تشوف اليوم حتى طه ياسين الخنيسي عندنا 8 اشهر ما شفناش طه ياسين الخنيسي بالمستوى اللي عنده قبل، ولو مونك دو كومبيتيسيون اللي تحكي فيه اللي حكى فيه خويا وسام على المرزوقي وينه؟ دونك يا ان بروبليم. اذا كان يقول انا قلت المره الاخرى اكثر من 50% من فريق الترجي لازم يتغير. بالعكس سي منجي خلينا نتفاهم معاك، برشا يقولوا معين ما عندوش بنك، انا نشوف اللي هو حد من البنك نتاعو، برشا من لاعبيه تقريبا خرجهم من حساباته ما عادش نجم ما عادش يستعملهم كيما المرزوقي كيما بنشور كيما ميموني كيما مهب الصغير كيما طيب مزياني. ثم حاجات اون انترن اللي احنا ما نجمش نجاوبوا عليها. باركونتر انت كي تجيب برشا ناس راهو ماذا بهم يغادر مثلا لافونسونتر اللي كان في بنزرت باش البلاصه تولي المكان فارغ باش يجيب الملاعب نتاعو بور سون انتيري. انا عندي انا سيسمو واتارا نا با ايتي رومبلاسي في الترجي الرياضي التونسي. وحاجه اخرى اللي هي الكره راهو من السهل بعد ساعات تحكي بعد المباراه، اما قبل المباراه كي تحكي. انا اون ديريكت وقتها في حصه تلفزيونيه معايا الوليد محمد امين محمد بن محمود ايمن محمود اللي يلعب في القصري في اسم سليمان ايمن محمود اي لا 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 لاكسيال لاتاكون محمد علي بن حمودة. محمد علي بن حمودة انا موجود وقتها في شهر جانفي في قناه التلفزيونيه وسمعت اللي باش يمشي للترجي باش يتنقل للترجي في البيريود هذيك. انا قلت له ننصحك ما تتنقلش في البريود هذيك. علاش؟ لان الترجي الرياضي التونسي ماشي بور غاني دي تيتر، واللي في قطر السوبر كوب اللي صارت والهزائم اللي صارت من بعد. علاش؟ قلت له يلزمك تبدا الفتره الصيفيه مع الملاعبيه جدد، مع طريقه جديده، مع فريق اخر، مش ما عندكش بريسيون. وهذا اللي صار. رجع للترجي وبعد رجع للترجي وبعد رجع للمستقبل سليمان، واليوم عنده امكانيه باش يرجع للترجي التونسي. انا قلت سامبلومون اللي اليوم يلزمك دي بيرسون اوتور دو بريزيدون كو جادور ويعرف الشيء هذايا وما عندي حتى انتري به ويعرف الشيء هذايا، يلزم ناس كساسوا وسام، مش خاطر هو هنا انا نعزه برشا وسام، مي اليوم يزيو الناس اللي لاهين بالجمعيات يحطوا انتوراج اللي ما يفهم حتى شيء في الكوره وما ينجم يضيفك في حتى شيء، ومهمتهم الخاصه هما هي الانتيري نتاعهم هما مش الانتيري نتاع الجمعيه. اللي جاب توقي، اللي جاب عبد الباسط، اللي جاب نسيم بن خليفه، اوكي نسيم بن خليفه غلطك قال لي انا افونسونتر، اوكي فما حتى مشكل، انت لاحظت اللي هو مش افونسونتر تيب. شو معناتها غلطك يا اخي؟ انت ما تفرجش ما تشوفش في المقابلات تقول لي غلطك هو قال انا في سويسرا، شو معناتها انا في سويسرا، انا في سويسرا عندك مدرب عندك مدير فني عندك شو معناتها غلطك؟ شو معناتها غلطني انا يجيني ملاعب يقول لي راني نلعب؟ وليد كلامك صحيح، مي اون فوا كو لو ستاف تكنيك الو جوار ما تنجمش تطردو، دونك لازمك تصلحوا باش تصلحوا سكو تحاول تعمل له بوزيسيونمون اخر في التيران باش يعطيك مردود اخر، لان اليوم نسيم بن خليفه لعب في ثمانيه سنين لعب في تسعه فرق، شنو معناها؟ معناها انت اذا كان ما تقيمش هكايا، اذا كان الاشياء تصير في انتداب الملاعبي في الترجي الرياضي التونسي في اوقات ماهيش نتاع اوقات عمل، انا جو مو بوز دي كيستيون على الاشياء هذه. انا نسال وليد على ستاف تكنيك. سكوندا صغيره مش لعبت استنى في ستاف تكنيك. ستاف تكنيك. انا الملاعبيه اللي دخلت وخرجت للترجي كيفاش؟ علي المرزوقي ما كانش يلعب عليه المرزوقي في سي اس اس برك الله عليه. كيفاش جا للترجي على الاول؟ حتى كيلعب في الترجي باهي كان. الطيب الميزاني كان يلعب في الاسبيرونس. نوع توا في الاتوال معناها نوع اخر معناها فما حاجه فما لغز فما مزيان اللي ما يلعبش تو اللي جا من الامارات وملاعبي تصبر عليه شويه كيما عطيت فرصه الباسط وتوكي وبدري يعطيه فرصه للاعب هذاك اش حبيت نقول لك؟ حبيت تقول على الستاف وليد؟ راني رجع لك للستاف وانت خرجت وليد يستنى حبيت نقول اللي راهو الملاعبي راهو مش كان تيران
راهو ساعات كلمة باهية الملاعب نجم ترجع فيه الروح. هذيك هي راهو كيما تحكيه ساعات مع الملاعب صحيح ما تحكيش معاه عبارة ماهوش موجود مو موجودة الحقيقة في برشا موجودة بالدرجة خلونا نوضحوا فما برشا ملاعبين تشكيوا يقول لك راهو مثلا اللي تلف هني فما الحقره فهمتني كيفاش موجوده راه فما ملعب مش معبرين راهو ترنوي يروح اللي هو اللي هو اللي يعمل المدرب هم الملاعبيه مش المدرب يعمل انت تو حكيت اسلام جبت نقطه وجبدها وسام نقطه اليوم ما عندكش الكود ماجي في الترجي ما عندكش بلايلي ما عندكش ساعات اليوم الخدمه لازمها تكون كوليكتيف اذا انت ما تقربش الناس الكل من بعضها ومجموعتك من بعضها وتخدم على المجموعه وروح المجموعه ما عندك وين توصل جاوبني على ستاف تكنيك ستاف تكنيك لحد الان فما عده اسامي تعرف تبارك الله كي فما ستاف تكنيك في الترجي نبيل معلول واسعد جرده ورفيع الشعيبي لا كل شيء اعطيه لاسعد جرده لاسعد جرده نهنيه ترشح فينال كاس الكاف عنده فينال تاع البطوله العربيه اكيد باش يواصل مع فريق الرجاء البيضاوي فرحانين به هو اللي تاع الفني عمر بن نونيس المعد البدني اكيد باش يواصلوا مع الرجاء البيضاوي الى حد الان رادي جعادي ونبيل معلول مستبعد جدا وصعيب انه السيد حمدي المدب الاسباب نعرفوها الناس الكل انه يرجع الاسباب نعرفوها متعلقه بنبيل رادي علاش اسباب شخصيه بين نبيل معلول وحمدي المدب اللي التوا راهي نبيل متفاهمين فيها يعني رازي صعيب زاد رجوع زاد حتى منه هو راهو باش يعمل لك الامباون اريير تحب ولا تكره اليوم معناتها في سيركل بروج مساعد مستقبله كيف كيف مازال يطمح هو قال راني مستعد اني باش نرجع لكن الى حد الان صعيب شوي نبيل ما تصفاش الامور شوي نعرف كل شيء ممكن في الكوره كل شيء كل شيء كل شيء ممكن في الكوره لكن هاني قلت لك معناتها نبيل قال انا بعد حسب كلامه هو قال انا بعد معين شعباني ما نرجعش مباشره بعد معين شعباني صحيح شكون انا نتصور باش يكون مرة هذه اجنبي اجنبي عمار سوايح فوزي بنزرتي لا فوزي صعيب عمار حدوده اقل من طاقم اجنبي نجم يكون موجود اقرب تونسي هو عمار سوايح كي باش يكون الجماهير اذا كان صارت كاسور ما بين الجماهير والاطارات الفنيه انا رايي اسلام الفنيه اللي كانت موجوده راهو سيتريك انا رايي انه المرحله هذه تستوجب بصراحه لانه ريت اي تونسي باش تجيب ماهوش باش يحصل عليه اجماع فما جماعه بور وجماعه كونتر المره هذه خلي تبدل شويه الترجي المدرسه تمشي المدرسه الاوروبيه المدرسه اللاتينيه فهمت اوكي نحكيو في اخر نص ساعه على مقابله الكاس نهائي كاس فوز السي اس اس سليمان جيب ابراهيم باش يغادرنا عنده التزامات يعطيك الصحه سليمان يعيشك افيك بليزير وديما فخور باش نحضر في الحصه هذه مع خويا وسام شكرا عايشك سليمان وليد بن حومه في فلاش بوس